تواصل معنا. نضال. نعم انا برجع لموضوع الصوره عندكم يا اخوان حساب مبارك. طبعا اخوي مبارك يسخر من نتيجه التعاون والاهلي ويقول لي هارلك خساره ايش يسوي؟ اهم شيء ان شاء الله ما ياخذ الدوري الهلال مو مشكله، اللي بياخذه الافضل تخسر مباراه ما تخسر بطوله، مباراه وارد انك تخسر. فانت اليوم يا مبارك قول كلمه حق يا اخي بحق الرجل عمر المهنة، اذا فعلا بيحولون النيابه عشان قال والله قول النصر في خطا بالمحطه والخط الخط يقول متلاعبين بالخط اللي انا ما ادري يمكن الصوره عند الاخوان اذا ابو شملان يعني عمر المهنة قايل لنا الجول جول مو هذا هم لاقينه إيه؟ لا هم اللي صار إيه؟ ان الهدف الهدف تسجل الحط إيه؟ الخط اللي حطوه قالوا انه مو متسلل، عرفت؟ فهمت قصدي؟ عمر المهنة قال الخط غير صحيح إيه؟ متلاعبين بالخط، فهمت؟ إيه؟ فاليوم يعني ابو حسن احيل النيابه العام مثلا ايب التحقيق في مثلا الاتحاد السعودي ايب التحقيق. هذا يعطيك دليل على ان الخبر مو صحيح، انا تحويله للنيابه علشان هذا الموضوع انا اعتقد لا يعني هو بعد غلط ان عمر يتهم انه يقول متلاعبين اوكي يعني يقول ما قال رشوه الريال ما قال ماخذين فلوس الرشوه والتلاعب واحد لا ابو حسن لا يعني انت متلاعب عشان خلينا نشوف اللقطه يعني هو يقول عنده يقول كلمه ثانيه يقول مثلا انه والله التقدير اخطا بالتقدير اما متلاعبين يعني في شيء مقصود. انت ايش رايك ابو خالد؟ والله ما شفتها ابو سعود لا اقصد بال والله انا اعتقد اتفق مع ابو سعود ان انا اعتقد الخبر مو صحيح الخبر مو صحيح يا ابو سعود شوف شوف لانه ما شفنا توضيح حتى من الاخوان بالاتحاد السعودي. نعم انا اعتقد ان الخبر مو صحيح. شوف هذا الهدف ترى الهدف ما في شيء ابو سعود شنو لا مو هذا الهدف الحين بنشوفه مع بعض بالحالات التحكيميه ابو شملان مو بالملخص الخاص بالمباراه في الحالات التحكيميه للمباراه موجود القرار لكن انا اتكلم على النقطه يعني ابو خالد اليوم يعني خل تكون في حريه راي هذا مشكله نيابه عامه يعني تدري تحقيق يعني احنا جربناها ترى احنا عندنا في الكويت جربناها لما استدعى التحقيق يمكن اذا كان الخبر لانه مودين النيابه وايد هو صحيح قال انه في تلاعب اي قال في تلاعب بحسابه الشخصي لا بلقاء تلفزيوني قال في تلاعب في الخط اي والله كلمته كبيره صراحه بس يعني توصل نيابه يا ابو حسن ابو سعيد انت لما التلاعب في لعبه معناها التلاعب في لعبات معناها انت غير مؤتمن يعني اللي تلاعب في هذه اللعبه معناها انه هو كلمته غلط ابو حسن عدل خان التعبير صراحه كلمته غلط بس ممكن صح ممكن شوي تتقاضى انت كاتحاد ولا لا هو ما حوله انت عندك تحقيق الاتحاد تحقيق اتخذ عقوبه اذا كان هذا اذا كان انت طعنت تحويله الى النيابه هذه صعبه ابو سعود انا ما والله هذا بناء على خبر الاخوان في الرياضيه ابو يوسف انت ابو سعود شوف احنا خلينا نشوف اللقطه جاهزه انا نصراوي طبعا بنشوف الحين بنشوف اللقطه هذه اللقطه هذا الهدف اللي الغي بداعي التسلل مايكل هو اللي نزلها نعم بنشوف هذا الخط اللي يتكلم عنه ابو اخونا كابتن عمر المهني انت ايش رايك اللقطه فيها شنو فيها علي تسلل على مايكل لا فيها لا ما فيها شيء ما فيها شيء قرب خلي قرب ما فيها شيء قرب وقاعد لا ما فيها شيء لا شوف حسبها تسلل حتى لنفرض لو خط واحد الافضليه حق اللعبه الهجوميه ما انا اقول ما فيها شيء خل مبارك في 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 مدافع هني شوف هي ايد ما يكون ايد المدافع لا مو ليد شوف قدم مايكون وقدم المدافع بس شوف قدم مايكون وخلي قرب لا احنا ما نبي قدم مايكون نبي قدم المدافع اخر مدافع مو حاط القدم لا هو الحين صاير انه عدل صاير صار بس انه يقول في تلاعب بالخط جاي اي لان الخط الاحمر ابو علي الخط الاحمر لما يصير من صوب وهو على كلمه حسن هو على كلمه تلاعب إيه على الخط اي هذه اللي مبينه كاهره ما فيها شيء والله ما في شيء بسود ما ادري صراحه يعني عموما هو بالنهايه انا ما ابي اتكلم عن صحه الهدف لكن انا دائما ادافع عن حريه الراي والراي الاخر اكيد هذا ودائما اتطرق الى هذه النقطه يعني انا تمنيت ان هالامر يعني دائما اتطرق له في الكويت
ما اتمنى ان نشوف الامر في دول الخليج. يعني اليوم يعني انا ما ادري الاخوان في السعوديه هم ياخذون المذيع والمخرج والمدير ومدير القناه نفسنا ولا عزيز بس ما ادري اتوقع ما عندهم بس اللي يتكلم يعني بس يعني الواحد دوي يهدي بس شويه ويرجع للمصطلح اللي قاله ان كان قاله رغم اني استبعد ان عمر مهنا يقول هذا طعن في ذمم الباقي يعني انت لما تقول تلاعب جماعه كلمه مو بسيطه انا يعني انا لما اكون حكم ولا حكم بار ما راح اقبل يعني انت اليوم ابو حسن انا اليوم على الهواء قلت هالكلمه انت اليوم مخول انك تتصل وترد وتوضح وتفند الكلام يا اخي اطالبك مثلا لما اتصل فيك رجاء يا اخوي عمر المهنا لا مثلا يا اخوي انا اتصل كلجنه حكام او كرئيس اتحاد السعودي اخوي عمر انت اخطأت يا تعتذر اتمنى انك تعتذر على الهواء او تسحب الكلمه اللي قلتها ماذا يعني ليش اوصل الامر ان النيابه نعم هو بعدين لازم ابو حسن شوف لازم احنا نفرق المشكلة بين من ابو بين بين نفرق بين الراي تقول رايك وتتهم الاتهام يعني انتقاد شيء انتقاد شيء تفرق بين الراي وسعود هو بغض النظر عن نتفق او نختلف انا هم مع الكباتن الكبار انا اختلف صراحه الكلمه المفروض ما تنقال واذا على كلامك انه فيديو انقالت رسمي ويوسف انت حكم بعد ايه انقالت رسمي انت مو شخص عادي انت مو صحفي ابو حسن الاخطر بالموضوع ان عمر مهنا كابتن كبير معروف يعني ايه اوكي كحكم فلما يقول هالكلمه هذه انا اعتقد ما يقولها من عبث يعني صدقني يعني ما قالها الا هو عنده اكيد معلومات ما تخص المباراه هذه بس تخص مباريات سابقه ومواسم سابقه يعني في فأنا شيء اتوقع وهو قال هالكلمة طافح الكيل عنده يعني تكلم أن هذه ممكن أمور تحصل بعض المرات ما نقول تلاعب وهذه ترى حصلت وفي تحقيقات ترى صارت مع أكثر من حكم سابق واتهامات صارت مع أكثر من حكم سابق بالدوري السعودي أن هذا يحاب هالفريق وهذا يحاب الفريق توقع معروفة السالفة نعم. فأنا أتوقع كابتن عمر مهنا إن كان قالها صحيح يعني ما قالها عن عبث الأمانة إيه؟ نعم. يعني يا فيها شيء صح أنه صحيح ولا إذا ولا نفرق بين الرأي والاتهام هذا الفرق ولا اذا في شيء صار ابو علي لا يعني لا انا سؤالي يمكن هو قاي سؤالي حق مبارك الدوسري مو حق مالي شغل لا يمكن هو مثل ما قال لو عمر المهنا قايل هالكلام في حق مباراه ثانيه مو النصر طرف ثاني غير النصر راح يحولون النيابه او يدرسون تحويل النيابه او يحول مبارك الدوسري عموما احنا نتمنى ان شاء الله هو يمكن يكون صحيح يوسف يمكن انه شايف في شيء ادري انا بالنهايه انا ترى موضوع النقاش تحويل النيابه يعني صعبه بحق يعني رجل خدم يعني حتى المعلومه اللي وصلت لي الان انه يعني احتمال بيشيلونه من 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 الظهور او يمنعونه من الظهور في القنوات التلفزيونيه ومن التحليل ف يعني الى هالدرجه صعبه شويه يعني اوكي اوجه له انذار مثلا اوجه له تحذير او بس الامر هذا ما ادري صراحه وبالنهايه يبقى عند الاخوان